ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله اول درس بايو كيمستري عن الكربوهيدرات ميتابوليزم. الموضوع دوت بيجي في كل امتحان نظر لاهميته الكبيره. ليه الكربوهيدرات ميتابوليزم دوت لازم نعرفه وهو مهم؟ 65% من الاكل اللي داخل لنا دوت عباره عن كربوهيدرات. طيب الكربوهيدرات اللي داخل لنا ديت انواعها ايه؟ احنا عندنا بولي ساكرايد، عندنا داي ساكرايد، عندنا مونو ساكرايد. من اسمها المونو ساكرايد دي معناها اليونت، الوحدة الأساسية لتكوين الكربوهيدرات. طيب البولي ساكرايد ديت بتتمثل في الستارش اللي هي عبارة عن الرز والمكرونة والعيش، يعني معظم الأكل بتاع اليوم بتاعنا. طيب الداي ساكرايد في منه لاكتوز وسكروز. اللاكتوز دوت موجود في اللبن والزبادي والجبنه، والسكروز موجوده في السكر. طيب المونوساكرايد عندنا الفركتوز والجلوكوز والجلاكتوز. عندنا الفركتوز دوت موجود في الفاكهه، الجلوكوز موجود في العسل، والجلاكتوز موجود في السبانخ. طيب نتكلم بقى عن الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات. الدايجيشن احنا عايزين نحول البولي ساكرايد الكبيره ديت والداي ساكرايد لمونو ساكرايد علشان نعرف نعمل لها ابزوربشن. طيب البولي ساكرايد فيها الفا 1 2 4 جلايكوزيديك بوند، هي مليانه الرابطه ديت، في منها كتير. الرابطه ديت علشان تتكسر محتاجه انزيم اسمه اميليز. طيب احنا عندنا نوعين من الاميليز انزيم، نوع سليفري ونوع بانكرياتيك. السليفري اميليز دوت من اسمه معناه انه بيخرج في السلايفة، والاميليز دوت بيبقى محتاج الكالاين ميديوم. طيب دلوقتي انا اكلت الاكل ولو فضل فتره كبيره بقي، سهل قوي على السليفري اميليز ان هي تكسرها، بس احنا بنبلع اكيد مش هنفضل حاطين الاكل ببقنا. طيب ما احنا ممكن نقول طب ما هي السلايفة هتنزل مع الاكل، ليه هنحتاج الانزيم التاني؟ لان احنا قلنا ان هي بتشتغل في الكالاين ميديوم، وونس ان هي وصلت الاستومك خلاص الشغل بتاع السليفري اميليز هيقف. ليه؟ لان الاستومك ديت عبارة عن اسيديك ميديوم. السليفري اميليز هتكسر البولي ساكرايد ديت لسمولر بولي ساكرايد، الشغل بتاعها هيقف في الاستومك وهترجع تكمل تاني في الديدونوم بفعل الانزيم اللي هو بتاع البانكرياتيك اميليز. البانكرياتيك اميليز دوت هيشتغل على البولي ساكرايد اللي وصلت الديدونوم، هيحولها لديكسترينز، واللي بعد كده هتتحول لمالتوز اللي هو داي ساكرايد. كده اول خطوه حولنا البولي ساكرايد لداي ساكرايد. طيب المالتوز اللي نزل مع اللاكتوز والسكروز اللي جايين من الاكل بتاعنا لازم يتكسروا هما كمان لمونو ساكرايد. هما دلوقتي موجودين في الانتستين، والانزيم اللي هيعمل لهم دايجيشن موجودين على البراش بوردر بتاع الانتستينال يومن، وكل انزيم منهم على اسم الداي ساكرايد بتاعه. يعني المالتوز مالتيز، لاكتوز لاكتيز، سكروز سكريز. المالتوز هيحصل له دايجيشن بالمالتيز هيتحول لاتنين جلوكوز، اللاكتوز باللاكتيز هيتحول لجلوكوز وجالاكتوز، والسكروز بالسكريز هيتحول لجلوكوز وفركتوز. ودولت كلهم المونو ساكرايد اللي احنا عايزين نوصل لهم في الاخر علشان يبقى سهل علينا ان يحصل ابزوربشن. طيب خلينا ناخد كده حتة كلينيكال علشان نبقى عندنا كوريليشن ما بين النظري والعملي. عندنا ديزيز اسمه اللاكتوز انتوليرانس او مثلا سكروز انتوليرانس، بس خلينا دلوقتي نتكلم عن اللاكتوز انتوليرانس. ليه بيحصل لاكتوز انتوليرانس؟ هو من اسمه كده معناه ان دلوقتي انا لما باكل اللاكتوز بتعب، جسمي مش بيتقبله، مفيش توليرانس ليه. ليه بقى؟ ايه السبب؟ يا اما في سبب كونجينيتال يا اما اكوايرد. الكونجينيتال ده في مشكله في الجين اللي بيطلع الانزيم بروتين بتاع اللاكتيز، او حاجه اكوايرد. طبعا الكونجينيتال دوت هيبان مع البيبي من صغره، اما الاكوايرد دوت مثلا لما بتيجي حاله سيفير مثلا جاسترو انترايتس او جي اي تي سيرجري ديت بتاثر على البراش بوردر
بتاع الانتستين، فهتقلل اللاكتيز اللي موجود. طيب نتيجة لنقص اللاكتيز في الكونجينيتال كيسز ونقص الكمية بتاع اللاكتيز في الاكوايرد كيسز، هيحصل اللاكتوز هينزل، هيحصل له اكيوميليشن في الانتستينال ليومن. اللاكتوز دوت بطبعه بيعمل اوزموزز، ليه اوزموتيك افكت، هيسحب الفلويد في السمول انتستين، فلويد موجود، فدي هتعمل ووتري دايريا. طيب لما يبقى فيه بكتيريا موجودة في اليومن بتاع الانتستين هتتغذى على اللاكتوز دوت ويحصل فيرمنتيشن ليه وهيطلع CO2 ودوت جاز، الجاز هيعمل ديستنشن وفلاتولنس وابدومينال بين. الحالة دي هتتعالج ازاي؟ لو البيبي مثلا عنده الحالة ديت فاحنا هنديله لاكتوز فري فورمولا، اهم حاجة نبعد عنه اللاكتوز. طيب لو حالة اكوايرد عندها نقص في كمية اللاكتيز، احنا مش هنمنع عنها اللاكتوز بالكامل، يعني مش هنمنع عنها اللبن والزبادي والجبنة، لا احنا هنقلل كميته. تمام. ندخل بقى على الامتصاص. دلوقتي المونوساكرايد بقت موجودة في اليومن بتاع الانتستين جاهزة للابزوربشن. طيب عارفين ان المونوساكرايد ديت بولر نون فات سوليبل، واي حاجة علشان تعدي من الانتستينال ليومن لجوه فلازم ايه تبقى لابس زيها. طيب هتتحل ازاي المشكلة ديت؟ بكارير. ماشي، في عندنا بيبقى نوعين من الكارير، نوع بيبقى باسيف بيعدي من غير ATP ونوع اكتف دوت محتاج ATP. طيب خلينا كده نشوف تقسيمة للكاريرز بتاع الجلوكوز اهيت واضحة. ثانية اهي، الاكتف بتبقى صوديوم ديبندنت، لازم صوديوم مع الجلوكوز علشان يدخل جوه الخليه في حاله الاكتف. معنى اكتف يعني هو ايه؟ بيتنقل من 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 تركيز اقل لتركيز اعلى، فمحتاج ATP. وديت موجوده في مكانين، اسم الكارير صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر، الاولاني بيبقى موجود في الانتستين والتاني موجود في البروكسيمال تيوبيول بتاع الكدني. طيب النوع الباسيف دوت خلاص ملهوش علاقه بالصوديوم ودوت بيتنقل من غير اي ATP. في انسولين ديبندنت وانسولين اندبندنت، اسم الكارير جلوكوز ابتيك ترانسبورتر. في نوع بيبقى بيعتمد على الانسولين في شغله ودوت اللي هو كان ليه علاقه بالدايبيتس وكده، ودوت اسمه جلوت 4 وده اللي بيبقى موجود في المسلز والاديبوس تيشو. اللي ملهوش علاقه بالانسولين طبعا اعتقد الحاجات دي هتبقى حفظ وكده، الجلوت 1 ار بي سيز، الجلوت 2 ليفر وبنكرياس وهنذكرها هنا معانا، الجلوت 3 ديت بتبقى موجوده في البرين، جلوت 4 احنا قلناها ديت ايه؟ الانسولين ديبندنت اللي في المسلز والاديبوس تيشو، جلوت 5 ديت اللي هنا معانا في الانتستينال سيل. يبقى كده واضح عندنا ان الجلوتس ديت تيشو سبيسيفيك، كل واحد موجود في التيشو بتاعه. طيب نتكلم عن الابزوربشن بتاع الجلوكوز. نتخيل مع بعض كده لو احنا مثلا كنا في رمضان وكنا صايمين كام ساعة، مثلا 15-16 ساعة، نيجي ناكل، هل اول ما ناكل الجلوكوز وينزل الانتستين هيمتص عن طريق الاكتف، عن طريق اللي هي الطريق الاكتف دوت واللي محتاج ATP؟ لا طبعا، احنا اصلا ما عندناش طاقه وكنا مجهدين من الصيام. من رحمه ربنا ان الجلوكوز هيعدي في الحاله ديت باسيف، تمام، مستواه في البلاط قليل فهيعدي باسيف من خلال ايه؟ من خلال الباسيف كارير اللي هو جلوكوز ابتيك 5، جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 5، هيخش جوه وهيخرج من عند البيزل بوردر بتاع الانتستين علشان يروح للبلاط عن طريق جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2.
طيب مستوى الجلوكوز بقى هو ده عمال يحصل لحد مستوى الجلوكوز في البلاد عمال يزيد. هتستمر يتنقل عن طريق الطريق الباسيف؟ لا، هيبدأ بقى خلاص انت تيجي تدفع فلوس علشان تعدي. طيب هيجي يتنقل عن طريق الصوديوم جلوكوز ترانس صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1 دوت برضك موجود على البراش بوردر بتاع الانتستاينال اليومن، وعلشان يعدي محتاج ياخد معاه صوديوم، دخله وكده ايه الخلية فقدت اي تي بي. طيب دلوقتي بقى عندنا في الخلية صوديوم عمال يدخل كتير، الجلوكوز عايز يخرج علشان يروح للبلد، هل هيسمح له يخرج؟ لا طبعا، كده الخلية جوه فيها صوديوم كتير ودوت ملخبط لنا الدنيا. فعلشان الصوديوم يخرج بقى بره هيخرج مع تبادل مع البوتاسيوم، الصوديوم هيخرج بوتاسيوم هيدخل هيروح الجلوكوز خارج من خلال صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. طيب خلونا كده نشوف نعمل رسمة نوضح بيها الكلام اللي انا قلته دوت علشان يبقى سهل. ادي ديت مثلا الانتستين اهيت، مش انتستين يعني دوت قطاع مقطع فيها، مش عايزه تبلي. اهي بانت. طيب دوت يعتبر البراش بوردر بتاع الانتستاينال يومن، ودوت البيزل بوردر بتاع الانتستين، وهنا عندنا الجلوكوز هنا اهوت في اليومن عايز يدخل. دلوقتي احنا صايمين هنا الجلوكوز كميته قليله، فبالتالي قلنا من رحمه ربنا ان الجلوكوز دوت هيدخل عن طريق باسيف من خلال الكارير دوت اللي هو اسمه جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 5، هيدخل الجلوكوز من خلاله من غير اي حاجه خالص. ادي هنا الجلوكوز هيخرج من اللمة التانية اللي هو البيزل بوردر بتاع الانتستين عن طريق الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 اللي هو جلوت 2 وده جلوت 5. طيب دلوقتي هنا خلاص الجلوكوز عمال يدخل، وهنا خلاص النسبة زادت. هنيجي بقى هنا للكارير اللي هو اكتف محتاج اي تي بي اللي هو اسمه صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1، هيدخل فيه علشان يدخل احنا بنقول صوديوم ديبندنت، فهيدخل هنا صوديوم بلس جلوكوز وهيطلع هنا الاي تي بي. طيب دلوقتي الصوديوم هنا زاد، هينفع الخليه ديت تبقى فيها صوديوم كتير؟ لا، الصوديوم الطبيعي بتاعه ميلي بيبقى اكسترا سيلولر، والجلوكوز دوت والبوتاسيوم بيبقى ميلي انترا سيلولر، فهيجي هنا من خلال صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب هيروح مخرج الصوديوم بره وهيدخل بوتاسيوم جوه، هيروح الجلوكوز جاي خارج من هنا تاني للبلاد بقى. واضحه كده هنا؟ طيب دوت بالنسبه للجلوكوز. الفركتوز دوت طبيعي بيعدي مع الطريق الباسيف بتاع الجلوكوز، اما الجلاكتوز طبيعته بيعدي من خلال الطريق الاكتف. تمام. طيب هل احنا بناخد جلوكوز لحد ما نكتفي مثلا والباقي هنرميه؟ لا، مفيش نقطه جلوكوز هتترمي. الجلوكوز ابسوربشن دوت بيمتص الجلوكوز دوت بيحصل له ابزوربشن بمعدل ثابت جرام لكل كيلو في الساعه، وطبعا دوت بيوضح ليه بيبقى الدايابيتس جامد قوي في الناس الاوبيز، لازم جرام، يعني انا لو 100 كيلو هنتص 100 جرام في الساعه، مفيش اكزكريشن بيحصل للجلوكوز في اي انسان طبيعي. طب افرض بقى لقينا الجلوكوز واقع في يورين مثلا، يبقى كده بقى ايه الشخص دوت عنده ديزيز، ممكن تبقى كيدني ديزيز او الدايابيتس. طيب في حاجات
بتعمل انهيبيشن للاكتيف ابزوربشن بتاع الجلوكوز. احنا قلنا الاكتيف ابزوربشن بتاع الجلوكوز من خلال الاكتيف كاريرز اللي هي موجوده فين، واحد في الانتستين والثانيه اللي موجوده في الكدني. طيب في دواء زي الاوبين اسمه كاردياك جلايكوزايد، دوت اصلا بيستخدم في علاج الكونجستيف هارت فيلير، وظيفته انه بيقلل الصوديوم بومب، فبشكل غير مباشر هيعمل ايه؟ هيقلل الجلوكوز ابزوربشن عند الانتستين. تمام. طيب دواء تاني اسمه الفلوريزين، ده بيقلل الجلوكوز ري ابزوربشن في الكدني كده، ده الكارير التاني اللي موجود في الكدني. بيعمل ايه؟ بيجي بيتنافس مع الجلوكوز مين اللي هيمسك للكارير ويحصل له ري ابزوربشن. طيب دلوقتي خلاص عملنا ابزوربشن للمونوساكاريد، هيروحوا فين؟ هيخرجوا من الانتستين، هيروحوا للليفر من خلال البورتال سيركيوليشن، وهناك الهيباتيك سيل بقى بتحول الجلاكتوز والفركتوز لجلوكوز. طيب بقى عندنا دلوقتي جلوكوز كتير، ايه اللي هيحصل له؟ طبعا اهم حاجة ان هو هيتكسر علشان يدينا الـ ATP والطاقة اللي احنا محتاجينها علشان نكمل حياتنا. طيب يبقى بيتكسر علشان يدينا طاقة للسيلولار فانكشن ازاي بالجلايكوليزيس، وبعدين الكريبس سايكل ده لو لينا عمر ان شاء الله وهنشرحها. ممكن يستخدم في بناء كربوهيدرات تاني، ممكن يستخدم في بناء الفركتوز علشان السيمين، ممكن يستخدم في الجلاكتوز لو في لاكتيتنج ميموري جلاند، وهكذا. ممكن يتحول لنون استنشال امينو اسيد، وكمل بقى كل الخلايا اللي محتاجاه وكده والوظائف بتاعته، ويتبقى هيروح يتخزن. بيتخزن ازاي؟ في جلايكوجين، وده برضك بولي ساكاريد. هيروح شويه يتخزن في الليفر بنسبه 6-8% ويقول انا اكتفيت، 1-2% هيروح للعضلات ويقولوا انا اكتفيت، والباقي هيروح يتخزن في الفات سيل والليبت. تمام كده، هو دوت الجزء بتاع الكربوهيدرات دايجيشن والابزوربشن. بتمنى تكون فهمتوه وما تكونش البايو تقيله على قلبكم يعني، وشكرا.